شفنا مع بعض تقرير عن ايه اللي بيحصل في المدارس الموجوده في القرى. حياه كريمه، خلينا نتكلم على تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الاستاذ ناصر حسن، وكيل وزاره التربيه والتعليم بالغربيه. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا وسهلا يا فندم. صباح الخير يا فندم. وصباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ ناصر، خلينا نعرف يعني صباح الخير يا فندم، بتعملوا ايه في مدارس حياه كريمه؟ اهلا بحضرتك. بتعملوا ايه في مدارس حياه كريمه في محافظه الغربيه؟ اعتقد يعني مبادره جميله، الصيف في انشطه كتير بنستغل ده كويس في محافظه الغربيه، بتعملوا ايه تحديدا؟ في الحقيقه يا فندم، في منذ انطلاق مبادره حياه كريمه في المرحله الاولى في زفته، والمرحله الثانيه حاليا في كفر زيات والمحله وبسيون وقطور، كان في توجيهات صريحه يعني وتنسيق دائم من معالي الوزير الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه بالتركيز على انشطه لبناء الانسان واعداد اطفالنا في مدارسنا فيما يخص التربيه والتعليم، اللي تكون ليكون هؤلاء الاطفال لائقين لحياه كريمه لما يتم تنفيذه من مشروعات قوميه ومن بنيه تحتيه وطرق وخلافه في الانشطه المختلفه وفي المباني المختلفه في المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحيه وخلافه. كان هدفنا في مديريه التربيه والتعليم بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم وبالتنسيق مع محافظه الغربيه هي وضع خطه لبناء الانسان من خلال اعداد طفل وشاب يكون لائق لحياه كريمه. انطلقت الانشطه الصيفيه في محافظه الغربيه في جميع المدارس على مستوى العشر ادارات تعليميه، وكان التركيز ايضا على القرى مراكز المرحله الثانيه في كفر الزيات والمحله وبسيون وقطور، واخرهم كان في قريه سرد التابعه لمركز قطور. وكان الحمد لله في عده فعاليات لاقت اقبال المواطنين ولاقت اقبال اولياء الامور، وكان في عامل جذب لابنائنا الطلاب من خلال انشطه مختلفه، سواء كانت الانشطه ديت انشطه رياضيه متنوعه او دورات لصقل الموهوبين في التربيه الفنيه او الموسيقيه، تعليم اللغات، دورات لفن الاركت وصيانه الاجهزه، تنظيم رحلات مدرسيه ايضا لمشروعات حياه كريمه على مستوى المحافظه، وده ومسار العائله المقدسه والمشروعات التي تم تطويرها في محافظه الغربيه، لان في فعلا نقله نوعيه لهذه المشروعات، فكان لازم اولادنا يشوفوا ما تم انجازه على الارض وما سيتم انجازه داخل مراكزهم في وقراهم في كفر زيات والمحله وبسيون وقطوب. حضرتك قلت 10 مراكز ابتدت فيها بالفعل الانشطه الصيفيه في قرى حياه كريمه، هل بيحصل في اي نوع من انواع الزيارات للاطفال في المدارس؟ بتتبادل، بيحصل نوع من انواع التبادل الطلابي بين المراكز دي؟ وايه هم العشر مراكز؟ العشر مراكز او العشر هم 8 مراكز هو على 10 ادارات تعليميه. نعم. انطلقت فعلا المبادره يعني الانشطه الصيفيه داخل مدارسنا عقب انتهاء امتحانات الدور الاول في نهايه مايو، وبالفعل كان في تنظيم رحلات وما زال لمشروعات حياه كريمه في زفته، وما تم في زفته من مشروعات حياه كريمه، وكان اخرها رحله الى نهطاي ورحلات لذوي الهمم ايضا الى قريه نهطاي في زفته، واتفرجوا على الانشطه المختلفه والمشروعات التي تم تنفيذها ونماذج لتبطين الترع والملاعب والملاعب المنجله داخل المدارس، واصبحت هذه المدارس عامل جذب ل الطلاب وأنشطة المختلفة. بيشوفوا اللي بيدرسوها عمل، يعني احنا شايفين المناهج الجديدة الخاصة بالذات بالمرحلة الابتدائية بيحصل فيها تطوير كبير وموجود ده، يعني تبطين الترع والمشروعات القومية الكبيرة ده موجود في المناهج، موجود دلوقتي في السنوات تالتة ورابعة وخمسة ابتدائي، فأعتقد ده دمج ما بين اللي بيتم دراسته وما بين الواقع اللي بيعيشوه. وفعلا يا فندم يعني من ضمن مشروعات حياه كريمه والتي تم تنفيذها في زفته وسيتم تنفيذها ان شاء الله في الاربع مراكز هو تاهيل المدارس، اعاده تاهيل المدارس
سواء كان التأهيل للمبنى أو السادة الزملاء المعلمين لرفع كفاءتهم والتنمية المهنية لهم. أيضا عمل ندوات توعوية عن قضايا السكان وزواج القاصرات والإدمان والتدخين والقيم الحياتية وخلافه. مبادرة لائق لحياة كريمة أيضا داخل مدارسنا من خلال توجيهات التربية النفسية وتطبيق الألعاب السيكولوجية لتعديل السلوك وغرس القيم الإيجابية للطلاب والطالبات في المرحلة السنية المستهدفة. في الحقيقة إحنا عندنا لما بنفتح يعني يوم نشاط داخل أي مدرسة بيبقى فيه زخم وبيبقى فيه فعاليات متنوعة طبعا، وهم بيبقوا عايزين يجوا بالفعل. طيب أستاذ ناصر، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عمل هذه المبادرة كان هدفه الرئيسي هو بناء الإنسان المصري وتغيير سلوك الإنسان المصري. المثل الياباني بيقول لك يعني لا تعلمني، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. علمنا الشباب دول حرف معينة. أنا سامع ندوات وسامع رحلات وسامع وسامع وسامع، عملنا إيه فيما يتعلق بالأنشطة المهارية اللي ممكن تأكلهم عيش زي ما بيقول؟ هو فعلا يا فندم احنا يعني استهدفنا في المرحله الاخيره وكانت انطلاقها مع مبادره حياه كريمه ايضا سواء في المرحله الاولى او في المرحله الثانيه وتنسيقا مع المحافظه وتنسيقا ايضا مع وزاره التربيه والتعليم، ان كان في فعلا ورش عمل بسيطه ان كان العدد قليل ولكن الاثر بتاعها يمتد. ورش عمل لتعليم اولياء الامور والطلاب، عمل مشروع صغير مثل عيش الغراب، ايضا مثل فنون التفصيل، التطريز، عمل الدورات المختلفه من خلال التربيه الزراعيه ومن خلال التعليم الفني الزراعي زي عمل الجبن والمربات والمخللات وخلافه، طريقه صنع العجائن في عجينه بيسموها عجينه العشر دقائق، في خلال عشر دقائق ممكن عمل عجينه، بنجيب ولي الامر او بنجيب السيده الام بنعرفها الاسلوب الصحي وكيفيه اعداد الطعام بالطريقه الصحيه، وايضا دي من ضمن فعاليات التمكين الاقتصادي التي تقوم بها محافظه الغربيه داخل مدارسنا تنسيقا مع كافه المديريات. بنفتح كل مدارسنا بحيث انها تكون مناره للقريه، لان المدارس موجوده في جميع القرى، عندنا 2336 مدرسه وده عدد كبير جدا موجود داخل محافظه الغربيه، وبالتالي يمكن تنفيذ اي فعاليات فيه. وكانت دي توجيهات دكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم، هو بالتعاون مع المحافظه لفتح مدارسنا لتنفيذ فعاليات لتطبيق مشروعات حياه كريمه وتطبيق الندوات وتطبيق كل انشطه من هدفها بناء الإنسان المصري ورفع مستوى وحياة كريمة للإنسان المصري. أكيد. طيب يعني لما نيجي نقول الولاد في المرحلة دي بيفكروا أنهم يعملوا مشروعات من الحاجات اللي هم درسوها أثناء الدراسة يطبقوا فيها بقى واقعيا شكل مختلف للمدرسة، بما أن احنا بنتكلم في تطوير للمدارس وندوات ودورات مختلفة، بيفكروا أنهم يعملوا حاجة بإيديهم مختلفة للمدرسة نفسها؟ بالفعل في عندنا مسؤول ريادة الأعمال والابتكار ومسؤول في التعليم الفني في وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، ودول دمجناهم معانا في أنشطة التعليم الفني، دمجناهم معانا في أنشطة حياة كريمة وأنشطة الصيفية، بحيث إن احنا نستفاد من خبراتهم لأن دول مدربين كويس إن هم يقدروا يعملوا ابتكار للمشروعات وتوظيف خبرات الطلاب وتوجيههم الاتجاه الصحيح، بحيث إن الطالب يقدر يكون مبتكر، يقدر يكون صاحب مشروع، يقدر يكون ذو فكر ذو رؤية مختلف. انطلقت مبادرة داخل مديرية التربية والتعليم في الوقت الحالي وجاري الإعداد لها عن صقل الموهوبين في مجال البرمجة،
وان شاء الله دي من خلال منحه بتقدمها، منحه مجانيه بتقدمها مديريه التربيه والتعليم للتدريب على اعمال البرمجه والالكترونيات. صحيح. من خلال مبرمجين متخصصين للمرحله الاعداديه، ودي الفئه العمريه اللي احنا لقينا ان في اللي احنا فعلا لازم نركز عليها. وانا شايف ان فعلا في قصه البرمجه كمان لازم تخش بشكل اكبر في حياه كريمه، يعني تزامنا مع الافكار الخاصة بصناعة الحلويات والجبن اللي قالها. احنا فعلا محتاجين نركز اكتر على ده، حتى لو كان في حياة كريمة، حتى لو كان في ربما يعني ناس التعليم بتاعهم مش، لكن احنا بنطور وبنكبر. طبعا وهو الاهم في هذه صحيح المرحلة. صحيح. كل الشكر ليك الاستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.